السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه والدنيا كلها والله. الفيديو النهارده ده فيديو حماسي جدا، جايب لك ايه بقى؟ اقوى موبايلين في فئه ال 13000 جنيه. مفيش بعد كده بقى، ريلمي 12 بلس والاوبو رينو 12 اف. جهازين اقوياء في فئه 13000 جنيه يستحقوا ان هم يتحطوا جنب بعض. وكمان الحقيقه بتجيلي اسئله كتيره جدا عنهم، فقلت ليه ما نجيبهمش على القناه ونعمل مقارنه قويه بينهم ونقول ده ليه ايه وعليه ايه ونقول ده ليه ايه وعليه ايه. ومن غير كلام كتير خلونا نبدا. اول حاجه لو هنتكلم عن التصميم فالتصميم ازواج. ريلمي 12 بلس بيجي بتصميم من الجلد شيك جدا وفخم جدا، وخاصه ان هو بيحاكي اخواته في سلسله الريلمي 12، نفس طابع تصميم ساعات رولكس، ففخامه واصاله مفيش كلام، الحواف الترندي، الدنيا زي الفل. لو هنروح على رينو 12 اف هنلاقيه بيجي بتصميم البلاستيك، البلاستيك المصنفر نفس تصميم الكاميرا الدائريه، تصميم في المجمل عادي جدا، لحد ما بيظهر الرينج لايت اللي حوالين الكاميرات بينقله بقى في حته ثانيه، بيديله كده روح وتميز. لكن التصميم في الاخر بيرجع لذوقك، وذوقك احب اعرفه منك. ونضيف عليهم كمان الموبايلين بيتحملوا الصدمات ورذاذ الماء بشكل كبير جدا. 12 اف جايب معيار اي بي 64 مقاوم لرذاذ الماء والغبار، وال12 بلس جايب معيار اي بي 54 مقاوم برضه لرذاذ الماء والغبار. الاثنين بصراحه نجحوا معايا في اختبار الميه والصدمات. انا عايز اقول لكم الصوت اقسم بالله زي ما انتم شايفين الموبايلين ولا اي اندهاش. لكن في المجمل الموبايلين ما انصحش اي حد ان هو ينزل يصور بيهم تحت الميه لان ده ريسك كبير جدا. الكلام على ايه؟ ان انت لو الموبايل وقع منك في الميه تلحق تجيبه بسرعه، مش هيجرى له حاجه ان شاء الله، وده عن تجربه في الموبايلين. انا مش حابب الصراحه الفيديو يروح في اتجاه تصاعدي زي ما احنا متعودين، لان في ناس بتزهق وبتمشي، تقول لك ده حيادي بقى زياده عن اللزوم وبتاع، احنا عايزين اكشن. تعال نبداها اكشن ونروح نقارن الاداء في الموبايلين. وطبعا هنا هيبتدي الفرق يوسع لصالح الريلمي 12 بلس، وده بفضل المعالج اللي بحبه وبفضله بشكل شخصي في الفئه دي، وهو الدايمنسي 7050 من ميديا تك. بيجي بتكنولوجيا 6 نانومتر، المعالج ده محترم جدا جدا وهتاخد بيه اداء فوق المتوسط بحبتين ثلاثه في هذه الفئه السعريه. مش عايز انسى اقول لك ان المعالج ده محقق على منصه انتوتو بنش مارك حوالي 603000 نقطه، وده رقم ممتاز جدا في فئه ال 12 13000 جنيه ميديا تك كفة وف. وده طبعا هينعكس معاك في المهام الثقيله زي ببجي، هتاخد جيم سلس جدا وهتاخد فريمات بتوصل معاك لحد 40 فريم، بس دول مش اي 40 فريم، انت واخد 40 فريم من الاتش دي ار جرافيك والالترا فريم ريت. اما 12 اف فبرضه جايب معالج من ميديا تك ولكن دايمنسي 6300 برضه بتكنولوجيا 6 نانومتر، وسواء ال 7050 او ال 6300 فبيدعموا خدمات ال 5 جي. خليني اقول لك ان الدايمنسي 6300 محقق على منصه انتوتو بنش مارك حوالي 461 نقطه. هتلعب ببجي وهتكون مبسوط، ولكن عشان تحصل على ال 40 فريم المستقرين فانت هتروح على البالانسد جرافيك مع الالترا فريم ريت، وهنا الفرق يبان. الجهازين بيجوا 12 جيجا رام وتقدر تزودهم 12 جيجا تاني من الرام اكسبانشن، وفي نسختين من الجهازين، نسخه 256 ونسخه 512 جيجا. نيجي بقى الفرق مهم برضو بين الموبايلين، ان الريلمي 12 بلس بيجي بنوع ذاكره يو اف اس 3.1، اما الرينو 12 اف فبيجي بنوع ذاكره يو اف اس 2.2. الجهازين بيجوا باحدث سوفت وير من الشركتين، سواء الكالر او اس 14 او الريلمي واي 5. الاداء سلس مفيش كلام، ولكن ريلمي بيتفوق حاجه بسيطه في فتح التطبيقات اسرع والاحتفاظ بيها لمده اطول بفضل المعالج ونوع الذاكره، فالاداء نقطه تفوق واضحه لصالح الريلمي 12 بلس. ولكن لو بصينا على واجهه الرينو 12 اف هنلاقيها قايمه كليه على الذكاء الاصطناعي، ودي ميزه مهمه برضه ما ينفعش نغفلها في الفيديو. تعال نروح لنقطه اكشن ثانيه. انا مش هسيبك النهارده، الفيديو ده حماسي جدا وعايزك بقى تنزل ترزعني لايك واشتراك وبتاع، فجر لي الفيديو ده لايكات عشان ينتشر على قد ما يقدر، او ابعت الفيديو لصاحبك اللي محتار في فئه 13000 جنيه يشتري موبايل ايه. طبعا لما تيجي تقرا مواصفات الكاميرات فهتلاقي ان الموبايلين بيجوا بثلاث كاميرات خلفيه، 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل الترا وايد، وعندك 2 ميجا بكسل للمساعده بقى عزل ماكرو زي ما انت عايز خليها. كاميرتين بيدعموا تثبيت البصر الاو اي اس، والدنيا زي الفل وتمام التمام. نيجي بقى ايه للفروقات اللي في التفاصيل. الريلمي 12 بلس بيجي بمستشعر ال واي تي 600 من سوني. المستشعر ده سيادتك موجود في موبايلات اوبو رينو 12 والرينو 12 برو. لو رحنا على التجربه النهائيه للكاميرات طبعا بفضل المستشعر المحترم اللي ريلمي بتستخدمه من سوني، وهو زي ما قلت لك نفس الموجود في الرينو 12 والرينو 12 برو، بيديك تفاصيل افضل والمعالجه في حته ثانيه، وده ما يقللش من كاميرا الرينو اللي برضه بتدي لك صور ممتازه، ولكن لو جيت حطيت الصورتين جنب بعض هيبان فرق التفوق لصالح الريلمي 12 بلس. وخليني اقول لك ان هنا المعادله شبه موزونه، لان برضه الرينو 12 اف بيدعم الذكاء الاصطناعي اللي تقدر بيه تودي الصوره في حته ثانيه خالص، زي انك تشيل شخص او تشيل عنصر غير مرغوب فيه من الصوره، او تحول شخصيتك لكرتون وهكذا. اما الكاميرا الخلفيه بالليل في الموبايلين فهتديك نتائج مقبوله جدا، ولكن صور الريلمي منوره بزياده مع الاحتفاظ بالتفاصيل، صور الرينو كانت اضاءتها هاديه وبرضه التفاصيل مش افضل حاجه. كاميرا السيلفي في 12 اف بتيجي 32 ميجا بكسل، كاميرا السيلفي في الرينو 12 بلس بتيجي 16 ميجا بكسل. وهنا نقدر نقول ارقام مش كل حاجه، لان برضه الى حد كبير واضح التفوق في معالجه الصوره لصالح الريلمي 12 بلس. وزي ما قلت لك مش عشان الكاميرات جامده، ده بالعكس 16 ميجا بكسل يعني الرينو 12 اف ضعفها في الرقم، وده هنلاقيه
تبليغ واضح في التفاصيل، معالجه افضل بفضل المعالج، ولكن هنا طبعا تفاصيل افضل بفضل الميجا بيكسلز. زي ما قلت لك في الاول، الموبايلين بيدعموا الاو اي اس، ولكن الريلم 12 بلس بيدعم تصوير لحد 4K 30 اطار في الثانيه، اما الرينو 12 اف بيدعم لحد 1080p 60 اطار في الثانيه. تعال نرجع على الشاشه، وللموبايلين فيهم تشابه كبير جدا في الشاشتين، مع اختلاف هنا واختلاف هنا. الشاشتين يا صاحبي نفس الحجم 6.67 بوصه، ونفس ال 120 هرتز معدل تحديث، ونفس كثافة البكسلات وكل حاجة. هتفوق الريلم 12 بلس في انه بيدعم ال HDR 10 بلس، في الرينو 12 اف ما بيدعمش. ولكن لو جينا تحت اشعه الشمس المباشره فهنلاقي ان اقصى سطوع بيوصل له الرينو 12 اف هو 2100 نتس، وهنلاقي ان الريلم 12 بلس بيوصل ل 2000 نتس، والاثنين سطوعهم تحت اشعه الشمس عالمي. هنيجي لفرق تاني يحسب للرينو 12 اف، وهو طبقه الحمايه اللي على الشاشه. وزي ما وريتك في اول فيديو ان الشاشتين بيتحملوا الصدمات بشكل كبير جدا عن تجربه شخصيه، وما فيش موبايل فيهم اتخدش خدش. فلو حطيت الشاشتين جنب بعض وانت بتتفرج على محتوى، فبفضل ال HDR 10 بلس اللي بيدعمه الريدمي 12 بلس، هتلاحظ ان التباين او الكونتراست افضل في الفيديوهات على الريلم 12 بلس، وده طبعا بيظهر وبيكون واضح، وخاصه بين اغمق جزء واكتر جزء منور في الفيديو او في الصوره عموما. ومع ذلك برضو لازم اقول لك ان التشبع والكواليتي كانت ممتازه في الجهازين، الشاشتين ما اثروش معايا خالص، وخاصه كمان ان الجهازين بيجوا بصوت ستيريو فروقان، يعني الجهازين بيجوا ببصمه مدفونه تحت الشاشه في منتهى السرعه والدقه. عشان المقارنه تكون مكتمله، فانا مش هنسى اكلمك عن الشبكات لان بتسأل عليها كتير جدا. سواء اشتريت اي واحد من الجهازين، الشبكه معاك هتبقى سوبر. الجهازين بيلقطوا شبكه في اضعف اماكن الشبكات، ولكن الرينو 12 اف بيتفوق في نقطتين، حاجه اسمها البيكون لينك، ودي بتقدر تتواصل مع اي موبايل اوبو تاني من غير ما يكون معاك شبكه خالص ولا حتى في خط في التليفون. وخاصيه تانيه اللينك بوست، ودي بتمكنك ان انت تلقط شبكه في اماكن مستحيله زي الاسانسير والجراج. ولكن اوفر اول الجهازين شبكتهم جامده. خلينا نروح على البطاريه والشحن. الموبايلين بيجوا ببطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه عملاقه. ولما اقول لك عملاقه، اعرف ان الموبايلين دول صمدوا معايا صمود رهيب جدا، كملوا معايا اليوم على الاداء التقيل، ويوم ونص يومين على الاداء الخفيف والمتوسط. ريلم 12 بلس بيدعم الشحن السريع بقدره 67 واط، والشحن موجود في العلبه. رينو 12 اف بيدعم الشحن السريع بقدره 45 واط، والشحن السريع برده موجود في العلبه. الفرق بين الموبايلين في الشحن، الريلم بيشحن اسرع بحوالي تلت ساعه، ولكن للناس اللي عايزه تنجز فانت هتاخد في 19 دقيقه 50% من الريلم 12 بلس. لو رحنا على الكماليات، فالموبايلين بيدعموا معظم المستشعرات المتعارف عليها زي الجيروسكوب سنسور والبروكسيميتي سنسور او مستشعر تقارب، وطبعا شغال هنا هاردوير في الموبايلين زي الفل. والموبايلين بيدعموا ال NFC، بس هنا هنلاقي ان الريلم بيدعم منفذ 3.5 ملم اللي يمكنك تركب سماعتك السلك بدون ما تروح تلجا لسماعه بلوتوث، وهنلاقي كمان بيدعم ال FM راديو. وبكده اكون وضحت لك كل الفروقات ما بين الريلم 12 بلس والرينو 12 اف، وقلت لك كل موبايل فيهم بيتميز عن التاني في ايه. الاختيار بقى بالنسبه للاولويات ده يرجع لك انت، احب اعرف اختيارك في كومنت، هتروح للرينو 12 اف ولا هتروح للريلم 12 بلس. وانت بتكتب كومنت لو جه في دماغك مقارنه اكتبها لي برده، في فئه سعريه معينه نعملها عادي جدا. لايكك المتين، اشترك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا. لو صاحبك محتار في الموبايلين ابعت له الفيديو، شير له الفيديو، سيبكوا في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.